بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكلام في تتمته ما طرحه من شبهه وشبهات جماعه من مشركي قريش على رسول الله صلى الله عليه واله واحتجاج رسول الله معهم نذكر تمهيدات قبل تتميم الروايه التمهيد الاول الدنيا، أموال الدنيا، لا تسوى عند الله شيئا. كل هذا الخلق، هذا المخلوق، لا يسوى عند الله شيئا أبدا. وذلك لجهتين، الجهة الأولى أن الله عز وجل غير محدود. الله عز وجل غير محدود. فكل محدود مقابل غير المحدود هذا لا شيء المحدود مقابل غير المحدود لا شيء غير المحدود يعني المسيطر على كل الأمور ولا انتهاء له كما لا أول له فإذا شيء يكون محدود هذا حكم حكم أصفار خصوصا مع ملاحظة أن هذا المحدود إنما قوامه لذلك غير المحدود الله عز وجل يقول كن فيكون فالآن أن يكون جبل من ذهب أن تكون الكرة الأرضية كلها ذهب كل هذه الأمور لو أوجدها الله عز وجل ذهبا كل هذه المخلوقات هذا لا شيء لأن الأمر بيد الله عز وجل الشيء الثاني إنا لموسعون إنا لموسعون الله بيده الامر ويوسع ذلك فما دام بيد الله عز وجل الامر فيمكن ان يخلق لذلك الله عز وجل مع ان الكافر لا يستحق شيئا الكافر ما يستحق ابدا اي شيء اي شيء ما يستحق الكافر بل يستحق العذاب الابدي لو كانت الدنيا تسوى عند الله شيئا حتى بمقدار جناح بعوضه لما سقى كافر شربة ماء ابدا ليش؟ الكافر بانكاره الله عز وجل بجعل الشريك لله قد حرم نفسه من كل شيء، يعني وجوده بالله فينكر ما به وجوده هذا المفروض ان يخلد في النار كما سبق في احدى المحاضرات تفصيل هذا المساله إذا هذا وضع الكافر ولكن الله عز وجل بلطفه بحكمته برحمته يرزق من يشاء بما يشاء كيف يشاء ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء فسأكتبها التي وسعت كل شيء يعني وسع الوجود وسع الكفار والمؤمنين وغير المؤمنين هذه الرحمة العامة أما الرحمة الخاصة فالله عز وجل يكتبها للمؤمنين فقط تلك الرحمه الخاصه التي توجب النجاه في الدنيا والاخره. السعاده الدارين، اما الرحمه العامه فهي رحمه للدنيا اما لاتمام الحجه ليش الله يرحم الكافرين؟ اما لاتمام الحجه الله يتم الحجه عليهم هكذا او انما اتمام الحجه وقد ياتي الكافر وبعد اتمام الحجه يؤمن يعني عندما تتم الحجة عليه قد يؤمن وقد لا يؤمن فإن آمن فهو المطلوب وإن لم يؤمن فإنما نملي لهم ليزدادوا إثما ما دام الله عز وجل أوجد هذا الكافر جعل بيده جعل له الرزق رحمه بالرحمة العامة شملته الرحمة العامة الإلهية خليه يستفيد من هذه الرحمة ما دام هو قرر الاستفاده المؤقته من الرحمه. مو عند الله الدنيا ما تسوى شيء بل عند المعصومين الدنيا ما تسوى شيء لانه يشوفون الدنيا شيء زائل ما تسوى حقيقه ما تسوى. امير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو مخلوق لله عز وجل وهو محدود مو انه غير محدود واضح أمير المؤمنين لما يصل إلى الدنيا يعرف الدنيا بتعاريف غريبة وعجيبة لاحظوا في جزء من كلام أمير المؤمنين فما مثل دنياكم عندي شنو الدنيا كمثل إلا كمثل غيم على فاستعلى فالغيمة هنا في سماء الدنيا ثم ثم استغلظ هذه الغيمه استغلظت فاستوى ثم تمزق فانجلى رويدا فالغيمه اتت وانتهت ذهبا هذا وضع الدنيا ليش الدنيا ما تسوى؟ لانهم يعلمون بوجود الموت والاخره والحساب والكتاب لاحظوا في خطبه اخرى امير المؤمنين سلام الله عليه يقول وقف عند قبور مجموعه من الناس قال إخوان هؤلاء إخواننا من دفن في القبر هؤلاء إخواننا إخوان لا يتزاورون ما يجون يزورون بالقبور وأوداء لا يعاودون لا يرجعون أوداء أحباء لا يرجعون ثم خلع نعليه أمير المؤمنين سلام الله عليه وحسر عن رأسه وذراعيه وقال يا جابر اعط من دنياك الفانيه لاخرتك الباقيه ومن حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك ومن غناك لفقرك اليوم في الدور وغدا في القبور هذا وضع الدنيا في روايه اخرى والله خطبة أمير المؤمنين لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها شعيرة فألوكها ما قبلت ولا أردت شعيرة شنو تسوى أظلم نملة حتى أخرب آخرتي لا أبدا كل هاي الدنيا الأقاليم السبعة كل العالم لو أعطي لي هذا مو شيء مقابل العذاب ومقابل الرحمه الالهيه الخالده في القيامه. يعني في القيامه في الاخره واحد مخلد في الجنه والع... وقد يكون مخلد في الجحيم والعياذ بالله. فهنا فتره زائله بسيطه لاخره لا تفنى. هناك الخير. الخير المطلق هو هناك. بعدين يشبه امير المؤمنين سلام الله عليه ويقول ولدنياكم اهون عندي. من ورقة في فم جرادة ورقة خضراء نبتة في فم جرادة شنو هاي النبتة شنو تسوى احنا نشوف ما تسوى شيء امير المؤمنين يقول كل هذه الدنيا ما تسوى شيء عندي هاي ذه الورقة في فم جرادة تقضبها بل الدنيا واقذر عندي من عراقه خنزير يعني عظم بلا لحم هذا العظم البلا يسوى شيء يسوى البالي خصوصا وهذا العظم عظم لخنزير اجلكم الله من عراقه خنزير يقذف بها اجذامها بيد شخص أجذام هذه يلقيها هذه الدنيا واقع الدنيا هذا احنا ما نشوف واقع الدنيا يعني ابصارنا عميت عن واقع الدنيا هذه واقع الدنيا جيف اذا واحد انسان شاف جيفه يذهب اليها هسه طباخ في مثلا مطعم اخذ له لحمه نتنه فيها انواع واصناف الحشرات كذا وطبخها اضاف لها اطعمه وهذه اللحمه اصبحت لحمه طيبه المذاق الجاهل يجي ياكل هذه اللحمه ويكيف ويعطي فلوس يدفع فلوس اما العالم اصلا تستسيغه اصلا يفكر في اكل هذا الطعام الان في الصين ياكلون الحشرات يطبخون الحشرات وياكلون الحشرات وكذا حقيقه واحد لحظه يقدر يفكر انه ياكل حشرات لا قطعا الدنيا هكذا عند امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام وامر على فؤادي اذا كقيمه مثل هذه الورقه التي في فم جراده كقذاره اقذر هذه الدنيا من عراقه من عظم هذا الخنزير بيد الأجدام وكطعم وامر هذه الدنيا وامر على فؤادي من حنظل يلوكها هذا سوق حنظل هذا الحنظل المر يكون يمكن يكون من امر الفواكه فهذا واحد مريض ذو سقم يلوك هذا الحنظل بعدين يلقيه واحد اصلا يرغب في هذا الحنظل قطعا لا في روايه اخرى ولا الفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطته عنز شنو هذا؟ الدنيا اهون من هذا الشيء عفطته عنز زين مو فقط عنده اذا عند الله الدنيا لا تسوى شيئا لان الدنيا بالغير وهو بالله عز وجل والله هو الواحد القهار بيده كل شيء فلو اعطى شخصا لو منع شخصا ما ينقص من ملكه ولا يزيد في ملكه اي شيء مثل انتم تتصوروا فد واحد في صحراء باشاره واحده كل هذا الصحراء يتحول الى ذهب قطع من ذهب هسه لو يعطيكم مليون كيلو ذهب يهتم؟ لا باشاره واحده يسوي 10 ملايين كيلو ذهب يهتم؟ ما يهتم اصلا ما تسوى ليش؟ لانه هو بارادته يمكن ان هذا الصحراء كله يصير ذهب فاذا عند الله الدنيا هيك صفر عند امير المؤمنين سلام الله عليه اللي هو مخلوق من مخلوقات الله الدنيا صفر بل عند الانسان العاقل عند ذي لوب الدنيا لا تسوى شيء في تلك القضيه المعروفه في البحار ان النبي عيسى على نبينا واله وعليه السلام ذهب الى قريته وفي بيت في خربه كانما هناك كان في المجوهرات على الارض حواري عيسى قالوا انه نجمع هذه المجوهرات فالقضيه المعروفه عيسى قال انا عندي مجوهر في داخل المدينة فذهب إلى شاب في بيت امرأة عجوز وتلك المرأة وهذا الشاب كان كأنما حطاب يأخذ الحطب من الصحراء فتكلم معه النبي عيسى في القضية المفصلة ذهبوا إلى السلطان وعقد على بنت السلطان النبي عيسى كان يعطيه الجواهر حصيات يسويها الجواهر فبالنتيجة تزوج ببنت السلطان وبعد ذلك مات السلطان فهو اصبح السلطان، هذا الشاب الحطاب اللي اي شيء ما كان عنده. فالنبي عيسى صلى الله عليه اراد ان يودعه ويغادر. هذا الشاب قال اشوف انت اللي انا اللي ما كان عندي شيء اوصلتني الى هذه المكانه فما بك ثيابك باليه سائح كان يضرب في الارض، ما كان عنده مكان، ما كان عنده ماوى. فما بك قال اللي يعرف لذة الآخرة ولذة الارتباط بالله هذه الأمور ما تسوى عنده شيء قال إذن أنا أترك كل هذا شاب فقير مستضعف وصل إلى تلك الدرجة الظاهرية أصبح سلطان اللي سلطان لمملكة كبيرة يقرر يترك يعود يلبس نفس الثياب ويخرج مع النبي عيسى الإنسان العقل هكذا يفكر لذلك الله عز وجل يقول ما أحتاج أعطي الكافر ما أعطي في الدنيا إما لإتمام الحجة وإما لنملي لهم ليزدادوا إثما التمهيد الثاني أنه الله عز وجل عندما يعطي النبوة إنما يعطي حسب حكمة نحن عندما نريد ان نقدم شيئا لشخص هناك مال تقدمون لشخص يمكن هذا الشخص سلطان جائر فتقدمون له المال لجوره خوفا من جوره فقد يكون محرك الانسان الخوف من الطرف عندما يعطي شيئا وقد يكون محرك الانسان الطمع أني أطمع في هذا السلطان أن يعطيني مال، أن يعطيني مكانة، أطمع في هذا الجار أن مثلاً يهيئ لي بعض المقدمات التي أريدها، فأقدم له شيئاً، يعني مثلاً النبوة لو كانت بيد زيد أعطاه كان يعطيها للسلطان خوفاً منه أو رغبة وطمعاً أو حباً، كثير من الأحيان واحد يقدم شيء لأنه يحب ذلك الفرد هسه يستحق لا يستحق له الأهلية لا أهلية له لاحظوا الآن كثير من الأحزاب <applause> بما أن هذا من حزبه بما أن هذا من عائلته بما أن هذا قريب منه فيعطيه منصب هذا هم شنو يسوي ما دام ما عنده خبرة إذا هم يكون ملتزم ما عنده خبرة فمو بمقدار المسؤولية فطبعاً يوجب خراب في الوزاره، يوجب خراب في الدائره. اذا هم يكون سارق ف بعد يفسد قطعا اكثر مما يصلح. زين الله عز وجل، وقد قد يعطي الانسان شيئا بما ان الاخر يستحق هذا الشيء، هنا العدل. الله عز وجل انما يعطي النبوه حسب العادل، لانه ما يخاف من احد. ولا عنده طمع باحد وما يحتاج الى واحد وليست له محبك حبنا للاخرين وانما محبه الله عز وجل رحمته لان الله مو محل العوارض فاذا ما عنده حب وبغض بغضه يعني عذابه حبه يعني رحمته تسع الانسان فانما هو يعطي بالعدل فاذا هذا الاعرابي يستشكل على رسول الله انه لما انزل الله النبوه فيك ولم ينزلها في فلان وفلتان؟ لان الله يعمل حسب الحكمه، اولا لا يسال عما يفعل وما يفعله حسب الحكمه وانه اعتباط حسب المصالح والمفاسد الواقعيه، حسب <applause> الارضيه التي راها في هذا انه جعله نبيا، جعله رسولا، جعله من اولي العزم مثلا اعطاه مرتبه الخله، مرتبه أن يكون كليما، هذه الدرجات مرتبة الإمام اللي هي أعلى من مرتبة النبوة والرسالة بمصلحة بحكمة. والله عز وجل لا يجمع كما في هذه الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه واله يعطي للشخص مال وللشخص آخر جمال فصاحب المال ما يقدر يقول ليش الله ما أعطيتني جمال؟ صاحب الجمال لا يعترض بأنه لم لا تعطيني مالا؟ الله حسب المصلحة قسم الفضائل بين الناس بين خلقه وجعل البعض يحتاج إلى البعض صاحب المال يحتاج إلى الخباز الخباز يحتاج إلى صاحب المال هكذا النظام الأتم للكون جعله الله عز وجل الحاكم يحتاج إلى عالم يرشده إلى حكيم يبين له مواضع الخلل الكاسب يحتاج الى صاحب المال، صاحب المال يحتاج الى البناء وهكذا، هذا النظام الاتم. والا طبعا واحد ما كان يترك العلم. الكل كانوا ينشغلون بالعلم ويشتغلون بالعلم. الكل كان يشتغل بالعلم ان كان يشتغل بالعلم فمن الذي يعمل؟ من الذي يخبز؟ من الذي يبني؟ من الذي يهيئ المقدمات؟ اذا الكل شافوا العلم اشرف الامور فارتبطوا اشتغلوا بالعلوم خلاص كانت الامور تتوقع كلها اذا الله عز وجل يجعل المال في مكان والحكمه في مكان اخر يمكن يجعل النبوه في مكان والمنصب الظاهري في مكان اخر بس ذاك كبير قريته له مال له مكانه اجتماعيه، ولكن الله عز وجل يعطي النبوة لشخص كعامة الناس. هذا من إرادة الله وهذا التقسيم حسب المصلحة الإلهية كما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله. لاحظوا وبعدين نذكر أيضا رواية أخرى في هذا الموضوع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأما قولك لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن المغيرة القرآن كان ينزل على الوليد بمكة هذا كان كبير وصاحب مال أو عروة بالطائف هذا هم كان كبير أهله طائف فإن الله ليس يستعظم مال الدنيا كما تستعظمه انت. الله ما يتصرف ومو مهم عنده مال الدنيا ولا خطر له عنده كما له عندك هذا مو امر خطير عند الله مال الدنيا مو امر عظيم اصلا صفر مال الدنيا لله عز وجل صفر اصفار ما تسوى شيء. كما بينا لان الله اولا غير محدود بالمحدود صفر مقابل غير المحدود. وثانيا الله عز وجل هو الذي يخلق فبإرادته يكون فيكون فلو يعطي الآن بمقدار الدنيا ذهبا للزيت لا تقل خزائنه ولا تنقصه كثرة العطاء إلا جودا وكرما بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة الدنيا لو كانت تسوى بمقدار جناح بعوضة لما سقى لما سقى كافرا به مخالفا له شربه ماء جرعه جرعه واحده من ماء الله ما كان يعطيه للكافر لان الكافر يستحق العذاب العذاب الابدي يستحق الخلود في النار، ليش الله يتفضل على من يستحق الخلود في النار؟ الدنيا ما تسوى الكافر هنا شوي كيف ظاهرا ومن ورائهم جهنم والعياذ بالله وليس قسمه الله اليك القسمه مو بيدك بل الله هو القاسم للرحمات والفاعل لما يشاء في عبيده وامائه وليس هو عز وجل مما يخاف احدا كما تخافه انت. فسأل الله عز وجل يعطي النبوه خوفا كما في بعض روايات الاخرين انه الله أجا وتصارع يمكن مع النبي موسى فصار قريب الفجر النبي موسى كأنما هو الذي غلب الله غلب إلههم طبعا فأصبح قريب الفجر الله قال أعطيك نبوة وعيفني قبل النبي موسى بهذه الطريقة كلا قطعا وليس هو عز وجل مما يخاف أحدا كما تخافه أنت فعرفته بالنبوة لذلك يعني أنت فعرفته بالنبوة يعني أعطيت له النبوة لذلك عند يعني الخوف ولا ممن يطمع في احد في ماله او في حاله الله مو للطمع ايضا يعطي النبوه للشخص في ماله او في حاله يريد يعني منه مثلا مكان شيء كما تطمع انت فتخصه بالنبوة لذلك ولا ممن يحب أحدا محبة الهواء كما تحب أنت المحبة محبة الهواء المحبه يعني محبة باطلة محبة مو على أساس تارة واحد يحب عائلته أكو هناك المصلحة في إعطاء هذه مثلا السمة للعائلة أما لا ماكو مصلحة فمو صرف الحب الحب يعمي ويصم فتقدم من لا يستحق التقديم وإنما الله عز وجل معاملته بالعادل فلا يؤثر إلا بالعادل لا يعطي إلا بالعدل لأفضل مراتب الدين وجلاله إلا الأفضل لا يؤثر إلا ولا يعطي إلا للأفضل في طاعته والأجدى يعني الأنفع في خدمته وكذلك لا يؤخر في مراتب الدين وجلاله إلا أشدهم تباطؤا عن طاعته الله يأخر من تباطأ عن طاعته من تأخر عن طاعته وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال اللي هكذا صفته أنه يعمل بالعادل يعطي بالعادل بل هذا المال والحال من تفضله بل هذا المال اللي أعطاه هذه المكانة الاجتماعية من تفضل الله عز وجل وليس أَحَدٍ من عباده عليه ضريبة لازب يعني الله عز وجل أحد يطلبه لازب يعني لازمه ضريبة لازمه يعني مجبور كأن الله عز وجل مجبور أن يعطي لشخص كما مثلا واحد مجبور يدفع ضرائب الخراج له الله أحد ما يطلب الشيء فلا يقال له اذا تفضلت بالمال على عبد فلا بد ان تتفضل عليه بالنبوه ايضا. ما دام هذا كبير مكه له المال فاذا له النبوه. لا. لانه ليس لاحد اكراهه على خلاف مراده ولا الزامه تفضلا لانه تفضل قبله بنعمه. الله اعطاه المال فتفضل عليه. هل من الضروري ان يتفضل عليه مره اخرى؟ اصل التفضل ما كان ضروري لان التفضل فضل من الله عز وجل، مو الزام على الله عز وجل. فليش تجتمع كل الكمالات على رايكم انتم في هذا الرجل اللي هو كبير اهل مكه ماكو داعي. الا ترى يا عبد الله كيف اغنى واحدا وقبح صورته، غني ولكن كريه المنظر وكيف حسن صوره واحد وافقره. وكيف شرف واحدا وأفقره وكيف أغنى واحدا ووضعه غني ولكنه في المجتمع ما له أهمية أصلا ثم ليس لهذا الغني أن يقول هل يقدر يعترض على الله؟ كلا هل لا؟ يعني ما يطلب من الله أنه أن يفيض عليه كأنما يشوق الله عز وجل يحفظ خصصت طبعا بالجمله الفعليه هل لا اضيف يحث الله كانما هكذا هل لا اضيف الى يساري جمال فلان ولا للجميل ان يقول يعني لا يحق للجميل ان يقول هل لا اضيف الى جمالي مال فلان ولا للشريف ان يقول هل لا اضيف الى شرفي مال فلان ولا للوضيع المنحط اجتماعيا الدني أن يقول هل لا أضيف إلى ضعة شرف فلان ولكن الحكم لله يقسم كيف يشاء ويفعل ما يشاء مو وهو حكيم في أفعاله محمود في أعماله وذلك قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هذه الآية تشير إلى هذه الواقعة والقصة وقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك النبوة في التفسير يقسمون رحمة ربك يعني النبوة والقرآن نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فأحوجنا بعضا إلى بعض أحوج أحوج يعني الله عز وجل هذا إلى مال ذاك وأحوج ذلك إلى سلعة هذا وإلى خدمته فترى أجل الملوك وأغنى الأغنياء محتاجا إلى أفقر الفقراء في ضرب من الضروب الغني يحتاج للفقير يحتاج إلى سلعة يحتاج إلى بناء يحتاج إلى خبز يحتاج إلى أمور هكذا الله جعل الدنيا نكمل الرواية إن شاء الله في غد هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين